في جزء آخر ومهم جدا، واحنا دايما من خلال البرنامج بنحاول نوضح الأمور بشكل كامل لجمهور النادي الأهلي. يعني امبارح مثلا ايه، بعض الناس كده اتكلموا على ان في مشادة ما بين كهربا واحمد فتحي، لكن ما كملوش الخبر، يعني ما كملوش ايه اللي حصل بعد كده. اكيد حضراتكم بتتابعوا وبتشوفوا، اكيد عرفتوا ان مثلا مشادة ونرفزه ملعب بتحصل، سواء بقى كهربا احمد فتحي ايمن اشرف واي لعيب اي اسم في الفرقه بشكل عام، طبيعي جدا بيبقى في نرفزه ملعب، تعليمات مثلا معينه او خطا فني معين في الملعب، فبيعالجوا هذه الامور في الملعب ما بينهم بعض كلاعبين. لكن تصرف كهربا عجبني قوي عشان ينهي اللغط والكلام الكتير اللي كان ممكن يحصل بعد المشادة دي، لان بالتحديد في صحفيين في الملعب اكيد بيتابعوا وبيشوفوا اللقطات دي. الراجل راح اخدها من قصيرها كده، يا جماعه دي نرفزت ملعب، وهو في الماتش راح باز دماغ احمد فتحي، لان هو طبعا قيمه كبيره احمد فتحي وقائد وخبرات عظيمه، خبراته اعلى من كهربا يعني مفيش نقاش. فامر مهم جدا، واتمنى من الجميع لما يبقى في خبر، يعني قريت البعض بيقول ايه ان مشاده حصلت في الدقيقه مش عارف كام ما بين احمد فتحي وكهربا وستوب خلاص كده خلص الخبر خلص، لا اتكلم في اللي بعده بقى ايه اللي حصل بعد كده. فاللي حصل امر مهم جدا وبيدل على تركيز كهربا، ويعني عارف ان هو يزن الامور بشكل كويس، عارف هو فين في نادي ايه والتعامل فيه بيبقى عامل ازاي والامور بتبقى ماشيه ازاي عشان يكمل بالشكل المطلوب مع النادي الاهلي. وهو اكيد اضافه طبعا فنيه، سواء هو او احمد فتحي وبقيه زملائهم في الفريق، اضافه فنيه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ده فيما يتعلق بكل الامور الخاصة بمباراة الأمس. أتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة الهامة المقبلة في التحدي الأفريقي.